مشاهدينا مساء الخيرات ومساء الانوار، وخطوه دايما عزيزه جدا في بيت السفيره عزيزه. بنرحب بحضراتكم معانا يوم جديد وحلقه جديده وفقرات جديده. نتمنى ان حضراتكم تستمتعوا معانا بكل الفقرات اللي معانا النهارده وكل ضيوفنا كمان. ومساء الانوار يا رودي. مساء الفل عليك يا جيسي. ازيك يا رضوى؟ ازيك يا جيسي؟ ايه الحمد لله حبيبتي. مساء الفل عليكي ومساء الفل على حضراتكم. يوم جديد وحلقه جديده من بيت السفيره عزيزه، ان شاء الله تقضوا معانا وقت مختلف وممتع، ويعني اول مره تبداي من بعيد عني كده. تغيير يا رودي، تغيير شويه. تغيير ايوه. بما ان احنا بقى عندنا في المطبخ الجديد بتاعنا، وبما اننا في فصل الصيف والدنيا بقت حر وبقت رطوبه وممكن كمان توترات كتيره، بنلاقي ان في صعوبه مؤخرا ناس كتير ابتدت تعاني انها تنام في الايام الحر دي. فعشان كده النهارده قلنا بقى عايزين نقدم لحضراتكم كده شويه نصائح بسيطه وسهله ومفيده، ودي اهم حاجه، عن البابونج. طبعا حضراتكم كلكم عارفين البابونج وانه قد ايه بيعتبر مهدئ وبيساعد على النوم، خاصه لو الواحد يعني شربه كده قبل ما يدخل السرير بالليل بنص ساعه ولا حاجه، عنده فوائد كتيره جدا 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 صحيه للجسم يا رضوى. صح طبعا يا جيسي، عندك حق. ويعني يمكن كلنا عارفين البابونج، وكتير جدا من الامهات بيستخدموه مع الاطفال لانه مهدئ، لانه الحقيقه بيساعد جدا جدا على انه يهدي اعصابنا ويهدي نفسيتنا. الحقيقه ان كوبايه واحده من البابونج كافيه جدا جدا انها تحسن حالتنا النفسيه والمزاجيه، وليها فوائد صحيه كمان الحقيقه كتيره جدا جدا يا جيسي. بالظبط يا رضوى، خاصه كمان ان هو دي مش حاجه يعني تم اختراعها النهارده ولا امبارح ولا من سنه. دي من قرون طويله جدا. صح. بيستخدموها لان هي كلها اعشاب طبيعيه ليها فوائد كتيره على الجسم. اولها مثلا ان هي ممكن لما بنشرب البابونج نتخلص من الارق، خاصه لما نشربه بالليل زي ما قلت في البدايه، بيبقى تاثيره كده مهدئ، بيخلينا نتخلص من الارق والتوتر وننام نوم عميق مستريحين. طريقته سهله جدا وبسيطه جدا، وطبعا ريحته رائعه وصحي جدا جدا جدا. وحاجه كمان من المسائل ان هي بتساعد ان هو يعالج الام السنان، دي حاجه من المعلومات الواحد قراها مؤخرا، والحقيقه دي يا رضوى كانت حلوه، بالنسبه لي اول مره اسمعها بصراحه. معلومه جديده. ايوه بالنسبه لي جديده برضو. وكمان يا جيسي يعني برضو من المعلومات اللي قريناها انه بيساعد على علاج البرد والانفلونزا، فبرضو دي حاجه مختلفة جدا ويمكن جديدة. كمان تقوية المناعة برضو يعني البابونج بيساعد عليها. بالزبط. غير بقى انه يهدينا من القلق، احنا يمكن لو كلنا محتاجين ده يا رضوى، مش كده؟ محتاجين ده دلوقتي يا ايه رأيك بقى اعمل لك كده فنجال بابونج يا دي تبقى تشربيه كده ونسترخي من غير ما ننام؟ عشان نكمل مش الحلقة عشان نكمل الحلقة. بالظبط كده اهو. أنا مستنية. قولي لي أنتِ من بتحبي عامة تشربي الأعشاب الطبيعية دي، بتستمتعي بيها ولا مش أنا قوي؟ بحب الأعشاب الطبيعية جدا، يعني بحب أشرب النعناع، اليانسون، بصراحة بحبها وبتفرق معايا قوي قوي يعني. ولكن البابونج ليكي فيه ولا مش من الحاجات يعني اللي ليكي فيها قوي؟ يعني أنا هجربه معاكي بقى عشان ما ليش فيه قوي. إنه سحر يا رضوى. هو ريحته كمان سحر جميلة. سحر. أنا عارفة إن ريحته كمان حلوة قوي. جدا جدا جدا. هو بيعتبر من زيوت الطياره. ايوه صح. فعلشان كده بيقول لك دايما من اللي هي زيوت الطياره دي بيكون تاثيرها مريح جدا حتى لو استنشقتيه. أيوة يعني في صحيح. ناس ما بتحبش طعم الحاجات دي قوي، ولكن لو استنشقتيها برضو بيبقى ليها تاثير حلو وجميل ومهدئ فعلا. وخاصه في الاجواء اللي احنا فيها دي بقى محتاجين. اشربي كده طبعا. انت عارفه عاده بيقول لك برضو الحاجات الطبيعيه دي الواحد مش مفروض يحط عليها سكر. بالظبط. علشان يستطعم طعمها الطبيعي. ايديك يا جيسي. اتفضلي بس خلي بالك بقى عشان ايه يبرد شويه. احطه لك هنا على الترابيزه. اوكي تسلم ايدك. وبعدين نستمتع بيه كده كمان شويه ونشربه. ايوه عايزين نبدا بقى يومنا النهارده. يلا بينا. يومنا النهارده الحقيقه مختلف ومتنوع زي ما قلنا لحضراتكم، خاصة إن إحنا بعد يومين وتحديدا يوم 30 مايو هنحتفل والعالم كله بيحتفل الحقيقة باليوم العالمي للتصلب العصبي المتعدد. هو ده بيعتبر يوم توعوي دولي لكل المصابين بالتصلب العصبي المتعدد، لأنه بيجمع العالم كله ومجتمع التصلب مع بعض علشان يتم المشاركة في القصص، قصص بقى لزيادة الوعي، للعلاج، حملة للوعي من أجل التغيير. بيتم احتفال بيه رسميا يوم 30 مايو، والتوعية بتبقى بمعرفة يعني معلومات أكتر بطبيعة الحال عن المرض، إزاي نتعايش معاه، إزاي نشخصه مبكرا علشان كمان نعرف إن احنا نتعامل معاه.
وبرضه ناس كتيره بتسال طب هي ايه نوعيه الدعم اللي الواحد بيحتاجه لو في مريض في الاسره عنده؟ هل بنروح للطبيب ولا ممكن نعالج نفسنا بنفسنا؟ كل دي الاسئله الحقيقه عايزين نعرفها مع حضراتكم النهارده. معانا دكتوره نشوى ربيع، نائب رئيس مجلس اداره جمعيه رعايه التصلب المتعدد. دكتوره مساء الخير واهلا بحضرتك. مساء الخير دكتوره نشوى، اهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم، وشكرا على دعوتكم في المداخله في البرنامج واهتمامكم باحتفالية اليوم العالمي للتصلب المتعدد. أهلا بحضرتك. طبعا يعني في البداية خلينا نعرف من حضرتك يا دكتورة نشوى، هو المرض بيكون عبارة عن إيه، وقد إيه مهم أنه يتم اكتشافه أو تشخيصه مبكرا؟ لأنه يعني المعروف أن كل ما بيتأخر كل ده ما بيبقاش لصالح المريض. بداية كده يعني تعريف بسيط بالمرض، هو مرض مناعي بيصيب المخ والحبل الشوكي، بيؤدي كثرة الهجمات إلى ظهور بعض البؤر، بتؤثر على العصب البصري والأعضاء الحسية والحركية، سواء الأطراف الإيد أو الرجل، أو يجي أتاك في العصب البصري يعمل غيامة على العين أو ازدواج في الرؤية أو ألوان مختلفة، حجب الرؤية لفترة، وبعد أخذ جرعة الكورتيزون ترجع تاني يعني تدريجيا الرؤيه بترجع تدريجي. طب دكتوره ممكن حضرتك توضحي لنا المرض ده بيبقى تشخيصه تبع انهي تخصص؟ لان كتير من الاعراض بتبقى بتشابه لامراض تانية، فممكن الواحد يتوه يعني بيبقى عنده مثلا وما يبقاش عارف ان هو عنده المرض ده. طبعا تحديد التخصص المناسب للمرض او اللي بيشخص المرض هو تخصص بطنة مخ واعصاب، النيورولوجي. بطنة مخ واعصاب مش جراحه، لان احنا عندنا المخ واعصاب تخصصين، لا اما بطنة مخ واعصاب لا اما جراحه مخ واعصاب. لكن الام اس ده اللي بيشخصه دكاتره النيورولوجي اللي هي بطنة المخ والاعصاب. وطبعا زي ما احنا عارفين التشخيص المبكر علاج، كل ما بنتجه اتجاه صحيح من الاول للتخصص الصحيح ده يعتبر بدايه للعلاج. عاده الواحد بيصاب بيه في انهي مرحله سنيه يا دكتوره؟ تقريبا هو من يعني الشائع من سن 20 ل 40 سنه، ونسبه الفينيل ثلاث اضعاف نسبه الميل، يعني نسبه الناس ثلاث اضعاف نسبه الذكور. طبعا. لكن في بعض الحالات بتبقى اقل من السن ده، في دلوقتي احنا بنشوف سن 7 سنين وثمان سنين وعشر سنين و14 سنه. هل هو يعني ليه اعراض معينه نبدا نوعي بيها الساده المشاهدين، انه لو لقيتوا الاعراض دي ابداوا على طول توجهوا يعني للطبيب فورا؟ لو مثلا بالنسبه لو هنتكلم على الجزء الخاص بالعصب البصري، لو حسيت بازدواج في الرؤيه او زي شفوره كده او غيامه او تحس ان انت الرؤيه شبه محجوبه في عين من العينين الاثنين، ده يبقى ضروري لازم نتجه لدكتور النيورولوجي، زي ما قلنا مش دكتور الرمد، دكتور النيورولوجي، لان هو ساعتها اللي بيعمل بعض الفحوصات والاشعاعات اللي بتحدد اذا كان دي هجمه على العصب البصري للعين او دي حاجه خاصه بجزئيه الرمد، ان يكون مثلا دي حاجه خاصه بجزء الرمد او العيون. العرض الثاني مثلا لو جاي في الاطراف الحركيه زي الايد او الرجل، الواحد بيحس بتقل شديد جدا جدا في ايده او رجله، دي يعتبر هجمه من هجمات جهاز المناعه، او يحس بتنميل او شكشكه مستمره. العرض لو استمر اكتر من 48 ساعه بنشاف ملحوظ وبيتزايد، يبقى كده لازم نتجه فورا لدكتور النيرولوجي. هل الحاله النفسيه او التوتر، بما ان احنا كنا لسه بنتكلم على التوتر يا دكتوره نشوى، ممكن تساعد ان هي تخلي الهجمات دي اكثر حده؟ طبعا، يعني زي اقول لحضرتك ان الدعم النفسي، يعني انا يعني هتكلم كمريضة ام اس، انا مريض ام اس بقالي 28 سنه، انا جالي وانا عندي 14 سنه. ان الدعم النفسي رقم واحد، قبل ما اخد جرعه العلاج لازم اكون انا عندي اراده وعندي دعم نفسي قوي من راسي ومن الناس اللي حواليا ومن المجتمع ومن الكير جيفر اللي هم اللي بيراعوني، ان هم يدعموني نفسيا للعلاج ده. الدعم النفسي نسبه 90% بتسيب نتيجه كويسه جدا 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 مع مريض الام اس. كل ما يكون نفسيته كويسه، كل ما يكون متاقلم ومتعايش مع المرض بشكل صحيح،
مع اخذ الجرعات العلاج بتاعته بانتظام، مع ممارسه الرياضه، مع الاكل الصحي، الانسان بيعيش طبيعي جدا 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 زيه زي اي انسان. الدعم النفسي ده مهم قوي يا رضوى. مهم قوي قوي طبعا جيسي، طبعا ودور الاسره مش في الام اس بس، في كل الامراض الجزء النفسي مهم جدا جدا. يعني طالما انا النفسيه كويسه هتقبل المرض، هبقى راضي بيه، هقدر ان انا اتعايش بيه بشكل صحيح. طب رضوى لسه بتتكلم على دور الاسره يا دكتور نشوى، يعني تعمل ايه، تتعامل ازاي الاسره اللي عندها مريض عنده التصلب المتعدد؟ احنا في ام اس كير او جمعيه رعايه احنا مهتمين جدا بجزء الدعم النفسي، فتقريبا في خلال الشهر بنعمل يعني جلستين دعم نفسي، مش بس للمريض، لا للكير كيفر، للمرافق اللي معاه، ان انت ازاي تتعامل مع المريض اللي معاك، ازاي تراعي بعض الحالات اللي هي بتجيله من الاكتئاب. ساعات بيبقى في شويه حالات اكتئاب، تذبذب في الحاله المزاجيه، عدم تقبل المرض شويه، نتيجه ان طبعا السن بيبقى صغير زي ما ذكرت لحضرتك من 20 ل 40 سنه، فتره شباب، وبيحس ان الواحد المريض ان هو شبه حياته توقفت تماما. أيوة. لا قادر يروح يشتغل، ولا قادر يمارس مثلا اللي هو يروح يتجوز ويبقى ليه زوجه وشريكه حياه واطفال، يعني يعيش حياته زي اي انسان طبيعي. طبيعي بيبقى جواه بعض الحاله النفسيه السيئه، فلازم سواء اب او ام او زوج او زوجه او اخ او اخت او مجتمع صديق، لازم يراعي الجزئيه دي. لازم تتفهم طبيعه المرض الشخص اللي قدامك. اللي اولا المرض بيجي في سن صعب جدا، سن يعتبر الواحد لسه بيبتدي في حياته، لسه مخلص جامعته وعايز يشتغل، لسه عايز يكون اسره، عايز يبقى رب اسره، وحاسس ان زي انسان طبيعي، وفجاه يعني يتصدم بمرض مثلا زي الام اس، فبيبقى عايز دعم نفسي قوي من صديق جنبه، ممكن اللي هو يحاول يخفف عنه، يقول له لا لسه قدامك، هتقدر تمارس حياتك بشكل طبيعي، ما فيش اي مشكله، بس تاخد الاب يدعم، الام تدعم، الزوج الزوجه لازم، سواء المريض زوج او المريض زوجه، لازم يبقى في دعم، دعم الابناء. فدي نقطة مهمة جدا جدا طبعا. احنا بنحاول ان احنا يعني نحسن حتى مستوى الخدمة في الجمعية عندنا، اللي احنا على طول في جلسات دعم نفسي للمريض وللمرافق اللي معاه. طيب يعني برضو الحقيقة انه وزارة الصحة المصرية قايمة بدور كبير جدا فيما يتعلق بتوفير الأدوية اللي كان يمكن يعني في فترات سابقة مش بيتم توفيرها لمرضى الام اس او بتتوفر بصعوبة، فلو حضرتك تكلمينا عن الدور ده، لانه يعني اعتقد انه فرق بشكل كبير جدا مع مرضى الام اس وسهل لهم حاجات كتير. طبعا طبعا، انا عايز اقول لحضرتك ان احنا خلال العشر سنين اللي فاتوا حصل طفره في التشخيص وتوفر العلاجات في مصر، علاجات الام اس، سواء العلاجات اللي بتتاخد تامين صحي او نفقه الدوله، وده طبعا بفضل وزاره الصحه، واللي طبعا الوزاره قدرت ان مرض زي ده بيجي في سن صعب لازم توفير العلاج للمرضى، برضو بدعم الدكاترة اللي معانا، ساعدت برضو كده بدعم الجمعية. يعني احنا بقالنا 20 سنة تقريبا على فكرة انشاء جمعية رعاية، فبنحاول ندعم ان العلاج يكون متوفر، والحكومة ووزارة الصحة ساعدونا في حاجة زي كده. وعايزة اقول لحضرتك يعني احنا يعني وصلنا لمرحلة دلوقتي ان في دول كتير ما عندهاش كمية الأدوية اللي موجودة في مصر دلوقتي بتنوعها المختلف ما بين اقراص وما بين انجكشن حقن. وتاني حاجة احنا بس يعني العلاج متوفر، لكن احنا اللي بنطالبه الفتره اللي جايه اللي احنا بس نحسن مستوى الخدمه في الوحدات المتعلقه بالام اس. دلوقتي في وحدات اوريدي موجوده للام اس في كل محافظات مصر، كل محافظه فيها وحدتين وثلاثه واربعه لتشخيص وعلاج مرضى الام اس، لكن احنا محتاجين نحسن الخدمه بحيث ان المريض يقدر ياخد خدمته بشكل مبسط. دي اولا. ثانيا يكون في توزيع للادويه بين المحافظات بشكل يعني متناسق، ما يبقاش كل التركيز في مصر في القاهره والاسكندريه. لا اكيد، لا طبعا وكدا. اكيد لا، احنا حابين يكون على حسب الحاجه، يعني فين الحاجه اكتر بالزبط. يبقى فيها توفير طوافر. اكتر بالظبط، صحيح. اعاده توزيع للادويه بشكل تاني مختلف بحيث يتناسب مع كل المحافظات المصريه. صوت حياتك وصل. الحكومه طبعا دور مشكور جدا جدا اللي هي قدرت توفر اكثر من 10 ادويه موجودين نفع الدوله، فمين صحيح؟ اكيد. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتوره نشوى ربيع، نائب رئيس مجلس اداره جمعيه رعايه مرضى التصلب المتعدد، شكرا لحضرتك.
طبعا مهم جدا التوعيه جيسي، والدعم أساسي. النفسي طبعا اساسي، ودور الاسره كلها، ويعني اكيد مهم جدا زي بالزبط. ما سمعنا من دكتوره نشوى بالظبط اكيد. خلونا مع حضراتكم نروح ل يعني تقريرنا النهارده. الحقيقه انه ضروري ان كل حد فينا ياخد قرار انه عايز ينجح، لان النجاح زي ما بنقول كده هو قرارك. قرارك ان انت تنجح ده هيخليك تسعى وتتعب وتجتهد، واكيد في النهاية هتوصل للي انت كنت بتتمناه او للي انت حابب ان انت تحققه بعد كل المجهود اللي هتكون عملته. الحقيقة ان تقريرنا الجاي عن سيدة مصرية ليها قصة نجاح وكفاح، ويعني الناس لقبوها بلقب ليه علاقة بالحاجة اللي هي بتعملها، لقبوها بسيدة الكشري. تعالوا نشوف تقرير زميلنا محمد عزت ونسمع قصتها ونشوف يعني تجربة حقيقية الحقيقة لسيدة مصرية مكافحة. الحياة تأتي لمن يسعى لها، هناك أصوات ينبعث منها السعادة والحياة والإيمان. أنا شقيت كتير، أحمد ربنا وأشكره على اللي أنا فيه، ما بحبش أحتاج لحد، وأنا فخورة بنفسي. أنا هيام الجندي، معروفة بأم يوسف سيدة الكشري. اشتغلت، بعت كبدة، اشتغلت في المترو شوية، اشتغلت مساعدة تمريض. موضوع الكشري ده بقى جه الحمد لله نجحت فيه، لأن أنا فعلا نفسي حلو، أنا وأختي، أنا وهي بنعمل وجبات أصلا، ودلوقتي بنساعد بعض في الكشري. أنا بصحى الساعة 2 بالليل، تمام؟ بقوم اعمل ايه، اوضب حاجتي اللي هو الدقه، الشطه، الصلصه، الكلام دوت، واحطه على النار. بعد كده بقوم بروح مصليه، وبعد كده بقى اروح ايه بقى، تكون هي استوت الحاجه او اللي هي سخنت، اروح معبياها وبروح بصلي الفجر وانزل بيها الساعه 6 الصبح. بروح مصانع، وبعد كده بروح المصانع ديت بتاخد مني كياس، وبعد كده باجي بنام ساعتين وبنزل على اخر النهار في المكان اللي حضرتك شايفه ده. انا حبيت ان انا اعتمد على نفسي، ما اطلبش من حد حاجه، اكل عيالي لقمه حلال، لان انا الحمد لله بشقى وبتعب علشانهم هم. اشتغلت واتعرفت وبقيت سيده الكشري، الناس كلها بتحبني، الناس كلها لما بتشوفني في الشارع تفضل تدعي لي، فدي حاجه جميله جدا ليا، وانا فخوره بنفسي لاني انا بحب اكلها بالحلال، ما بحتاجش لحد. اول كنت بشيل على ظهري شنطه، كنت بلف بيها على المحلات وعلى القهاوي، وعلى انا ما بكسفش، طالما اكل عيش انا ما بحبش اللي انا ايه يعني ما بهبش منه، الحمد لله وشكر لله. جه صحفي قال لي عايز اصور معاكي، فانا ما كنتش اعرف يعني ايه تصوير اصلا، فالمهم صور معايا، ابتديت بقى من هنا لقب سيدة الكشري. صدق من قال ان النجاح والتميز ياتي لمن يصر عليه ويبدأ. في السنوات الأخيرة وبعد التغيرات والتطورات الكتيرة والكبيرة اللي بتحصل في قطاعات كتير في الدولة المصرية، وقطار التنمية اللي ماشي بسرعة البرق في كل محافظات مصر، وسط كل التطور ده بدأت كمان تتغير أدوات وآليات سوق العمل المصري. والحقيقة مش بس سوق العمل المصري، ولكن سوق العمل العالمي كله اتغيرت آلياته وأدواته، وظهرت مجموعة جديدة من المهن ومجموعة جديدة من الحرف والصناعات، واللي بقت مطلوبة بشكل كبير جدا. يمكن المهن دي للأسف ما كانتش محل اهتمام أجيال كتيرة فاتت، ولكن في الحقيقة احنا لازم نغير من نظرتنا ونعرف ايه المطلوب في سوق العمل علشان نقدر ان احنا نواكب التطور ده. وده الحقيقة اللي دعا ليه سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتر من مرة وفي أكتر من مناسبة. النهاردة معانا نموذج قرر وقدر ان هو ينزل على أرض الواقع ويعمل مبادرة هدفها
تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني وبعض الحرف وبعض من المهن، ده من خلال مبادرة اسمها مبادرة انزل اشتغل. هنعرف مع حضراتكم أكتر بقى عن المبادرة دي مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة، الأستاذ مصطفى ياسين مؤسس مبادرة انزل اشتغل. أستاذ مصطفى مساء الخير وأهلا بك. مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين. شاكرين استقبالكم لنا وشكرا للمتحدة وشكرا للسفير العزيزة، أن أول حد يكون حصري يعني أن أنا يعني أدعم هذا الفكر من خلالكم إن شاء الله. أهلا بحضرتك منورنا. والحقيقة يا أستاذ مصطفى يعني جهود كبيرة جدا شايفينها حاصلة، ويعني هدفها في النهاية انه يتم التوعية بأهمية التعليم الفني ومجالاته المختلفة. شفنا مدارس خاصة بالتكنولوجيا التطبيقية وعدد كبير جدا من المدارس اللي تم تطويرها اللي ليها علاقة بالتعليم الفني. لو ناخد كده من حضرتك نظرة على أهم الجهود اللي يعني تم بذلها في الفترة الأخيرة اللي ليها علاقة بتطوير التعليم الفني. ما شاء الله طبعا عندنا في اسكندرية كانت رائدة في الموضوع دوت. يمكن أنا بقالي 34 سنة في هذا المجال التعليم الفني، يمكن خلاص فضلي سنة وطالع معاش، بحاول أن أجري ألحق كده. اللي ساعدنا ودعم يعني فعلا منطلق أن إحنا نعمل مبادرات كتيرة، تعرف يمكن رئيس السيسي الوحيد اللي بينادي بالفكر ده في كل منتدى، زي ما حضرتك تفضلت يعني قلتي ان في كل منتدى او كل لقاء بيطلع ينادي بالرئيس السيسي الوحيد. والله يعني يمكن على مدى السنوات الماضيه اللي فاتت ما فيش يعني، انا اسف كان قبل مثلا من ايام حتى السادات ولا الرئيس مبارك ما فيش حد غير مهتم جدا جدا، فشجعنا ان احنا نمسك الملف ده لان مطلوب فعلا سوق العمل. انا عندي في التعليم الفني حوالي 106 مهنه 106 مهنة مطلوبين جدا. في صناعي، في زراعي، في تجاري، في فندقي، في مدارس بقى اللي تفضلت يا استاذ رضا قلتيها دلوقتي اللي هي مدارس التكنولوجيا التطبيقيه. دي حاجه مطوره، واخدين الفكر احنا بتاع المانيا شويه. المانيا انت عارف اول بلد نهضت بالتعليم الفني هناك. التعليم الفني عندهم اساس يعني فعلا الصناعه هناك والتعليم قائم على التعليم الفني، وعندهم كمان ما شاء الله الفكر اللي هو التكنولوجيا الصناعيه اكتر. ان هم يجودوا كل في الصناعه على طول باستمرار ومن الصغر، بياخدوا الطلبه من الصغر. فاحنا بدانا نعمل الموضوع ده، بدانا نعمل مبادره جميله قوي اسمها التعليم الفني نهضه قادمه لمصر. ان احنا ننزل على المدارس الاعداديه، الشهاده الاعداديه مثلا هتخلص فاضل لها اسبوع مثلا، ننزل المدارس مثلا في الامتحانات او قبل الامتحانات نشجع الطلبه ان هم يخشوا يلتحقوا بمدارس الايه التعليم الفني. من خلال ايه بقى؟ من خلال مثلا برنامج توعوي قصير، من خلال بانفلت مثلا بتوزعوا عليهم، ولا محاضرات تعرفوهم بقى ايه هي ايه هو التعليم الفني. بالصدفه بناخد معانا بقى حاجه زي كده جميله، صور اسمها مثلا المبادره اللي عملناها اسمها انزل اشتغل. ان احنا نشجع الطلبه المهن المطلوبه في سوق العمل اللي هو ينزل الولد او البنت يشتغل فعلا. مجرد ما يخلص الدبلوم عندنا والله يا مدام جاسمين بينزل على طول ما شاء الله عندنا دلوقتي كل يلاقي وظيفه. يلاقي وظيفه. كل مدرسه دلوقتي بيخبط على باب مدرستنا مش هتصدق. مدير شركه، مدير مصنع، مدير اتش ار اللي هو مدير شؤون العاملين يقول انا عايز 30 طالب من عندكم، عايز 50 طالب من عندكم. مطلوبين يعني علشان الناس فاهمه انه التعليم الفني ملوش طلب قوي، بعد كده الطالب هيعمل ايه لما يخلص؟ الحقيقه انه يمكن بقى مطلوب بشكل كبير يعني اكتر من ما احنا متخيلين. ففعلا بدانا نعمل زي مطويه صغيره كده او بامفلت مكتوب عليه ايه انزل اشتغل، ونعدي على كل طالب او طالبه في الاعدادي ندي له حاجه زي كده. المطلوب منها ان هي البنت في السن الجميل ده اعدادي ان هي يعني تتخير ايه اللي عايزاه. في عندنا 106 مهنه نقعدوا بقى نحكي لهم بقى الصناعي بيتكلم عن ايه، التجاري عن ايه، الفندقي في ايه. لقينا في التكنولوجيا التطبيقيه على مدى الثلاث سنين اللي فاتوا كل الاوائل الاعداديه والمتفوقين عندنا بيتقدموا بيلتحقوا. والله ينور عليك يا سلام، بيلتحقوا فعلا بمدارس. ومش هقول لك والله يعني عندنا في مدرسه من المدارس مثلا ممكن اقول اسمها وي اي مدرسه تخيلي يعني تقدم 700، احنا عايزين كام؟ عايزين 112 بنت وولد. تخيلي ال 700 دول اوائل الاعداديه متفوقين ما شاء الله الشباب الاعداديه. فالنظره اتغيرت يا استاذ مصطفى جدا جدا. وبعدين ده بيبقى التعريف يا استاذ مصطفى. الخطوه اللي عايزين برضو ناكد عليها ونعرفها للساده المشاهدين وبيتفرجوا علينا دلوقتي، خاصه ان احنا في وسط الامتحانات وطلبه هيبقوا يعني بيخلصوا امتحاناتهم دلوقتي، فممكن فرصه بالنسبه لهم ان هم يستفيدوا من حضرتك. تمام. ايه اكتر التخصصات اللي مطلوبه حاليا في التعليم الفني؟ ما شاء الله يعني في البرمجيات مطلوبه جدا. المدارس عندنا الصناعيه فيها تخصصات الكترونيات مطلوبه. البرمجيات اللي هي الحاسب الالي، في قسم جميل جدا اسمه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. ده مش هقول لك الاولاد بيتخطفوا والله،
يعني مجرد ما يخلصهم يتعينوا على طول. انت عارف حضرتك الشهر الجاي ده شهر 6 هيخلص حوالي 810,000 على مستوى مصر. مطلوبين جدا وما شاء الله كل المهن اللي هي الصناعيه قلنا والزراعيه والتجاريه والفندقيه. عندنا مثلا تخصصات الفندقه مطلوبه جدا في القرى السياحيه، مطلوبه في الفنادق، مطلوبه في المطاعم الكبرى، بيتهدفوا عليهم. في كمان عندنا ما شاء الله التخصصات اللي هي بتاعه الزراعه، في الزراعه عارفه حضرتك بيعملوا ايه؟ جميع انواع ما شاء الله المخبوزات، الحلويات، بيعملوا كمان ما شاء الله كل التخصصات اللي هي اللي فعلا مطلوبه في سوق العمل. يعني قلنا تكنولوجيا المعلومات، الفندقه، والزراعه. الصناعي بقى مش في كمان عندنا قسم مطلوب جدا اللي هو الخراطه والميكانيكا. ميكانيكا سيارات ده مطلوب جدا. لان كل بيت اكيد في برضه حد عنده كليه هندسه كمان، يعني من القسم ده ومن اقسام تانية كتير يا استاذ مصطفى، مش كده؟ بالفعل ما شاء الله عندنا يمكن 3 حالات عندي في اسكندريه، يعتبر اولادنا خلصوا والتحقوا بالسنه دي في كليه الهندسه، وفي حد في كليه الفنون التطبيقيه، وفي كتير دخلوا اللي هي اسمها كليه التكنولوجيا التطبيقيه. دي ما شاء الله يعني عدد كبير. فدول رفعوا قيمه بتاعنا. كمان نعرض صور مش هتصدقي. عارفه حضرتك محمد صلاح، مفاجاه طبعا لكم، مش عارف هيبقى حصري ولا ايه، محمد صلاح ابني في التعليم الفني والله. محمد صلاح اصلا من طنطا من بسيون، خلص ميكانيكا، دبلوم ميكانيكا جرارات وسيارات 2007. ابننا من طبعا استعز بيه. بدانا مجرد صورته وهو في القسم وفي التخصص ومع زمايله نوريها للاولاد. الاولاد بداوا يتحفزوا. طبعا نموذج وقدوه ومثال ليهم. انت عارف الفنان احمد زكي كان تعليم فني. مين كمان؟ محمود الجندي الله يرحمه. الفنان المهم عدد كبير يعني من النجوم. اصله يعني الحقيقه مطلوب جدا، واحنا كمان في فتره سوق العمل دلوقتي يا استاذ مصطفى محتاجين كل اولادنا يعني يفكروا بشكل مختلف، وعندنا فرص زي المدارس زي ما قلنا والجامعات التكنولوجيه كمان. فيعني احنا لسه في تفاصيل اكتر هنعرفها من حضرتك. حضراتكم يعني اكيد يعني ده موضوع كلنا مهتمين بيه في الفترة الحالية، فهنطلع فاصل ونرجع مرة تانية نكمل مع أستاذ مصطفى. ما زلنا بنتكلم مع حضراتكم على أهمية التعليم الفني، ومعانا ومع حضراتكم النهاردة الأستاذ مصطفى ياسين، وهو مؤسس مبادرة انزل اشتغل. أستاذ مصطفى مرة تانية برحب بحضرتك. وكنا بنتكلم على أهداف المبادرة، واللي هو من أهمها تشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال. عايزين ندي برضو للسادة المشاهدين كده فكرة على أرض الواقع إيه اللي بيحصل. تمام. هو طبعا يعني إحنا كنا بنشتغل بمجهود فردي زمان. أنا مثلا عملت أكتر من مبادرة في خلال 34 سنة دول. عملت أول مبادرة اسمها التعليم الفني هذا قدم لمصر. عملت مبادرة اسمها شنطة عدة. شنطة عدة إن أنا أخلي أي حد سهلة يجيب شنطة عدة يديها للولد. فجبنا مثلا 5 شنط للأوائل، الـ5 الأوائل في اسكندرية، أعطينا لهم قد إيه فرح وقد إيه نوع من تشجيع إنه ينزل إيه يشتغل سوق العمل. عملت برضو مبادرة اسمها إحنا التعليم الفني. إحنا التعليم الفني دي بقى الغرض منها إيه؟ اسمها احنا التعليم الفني يعني افتخر، ما تكسفش ان تقول ان انت تعليم فني. بين ندوا الشخصيات والرموز اللي احنا قلنا عليها من شويه دي بتشجع جدا ان الولد او البنت في سن حساس جدا ان هو يعني كل واحد احنا مربي عيالنا على دكتور مهندس دكتور مهندس. يبقى فخور طبعا. يبقى ان هو يبقى فخور باللي هو فيه. فجأة لقينا الرئيس السيسي طالع معانا بينادي بنفس الفكر. وبصراحه يعني هو ربنا يعني يكرمه، هو يعني انا والله العظيم بحبه. ليه اقول لك؟ هو كان في اسكندريه عندنا قائد المنطقه الشماليه. عارفه والله كل يوم الصبح الساعه 5 الصبح انا ساكن في سيدي جابر ينزل يجري حوالين المنطقه الشماليه الصبح. ما كانش لسه رئيس ولا حاجه. يعني هو اصلا من جواه حته الايه؟ الاراده العظيمه. حتى لما جه نزل بالعجله يسوق العجله تخيلي في الشارع، خلى كل عندنا الشباب رايحين الكليات والشغل وبتاع بقى ايه يعمل نفس الايه النهج. نمى ثقافه الانتقال بالدراجه. لما ندى بقى بالتعليم الفني. الله مسكنا بايدي واسناني في الايه بيت والله العظيم ما تصدقي. اول ما بس بيطلع لايف مثلا على الهواء في اي منتدى او طبعا بجيب ورقه كده جنبه او نوته واقعد اكتب ورا منه والله العظيم. بس الحاجات اللي تخصني انا بصراحه في مجال التعليم الفني وحاجات
العمل، حاجات التعليميه ودلوقتي بنادي كمان بايه؟ بان انا ادرس يعني تخصصات تواكب سوق العمل. صح، اللي هي المطلوبه في الفتره الحاليه وفي المستقبل كمان. فهو بتكتب وراه، وبعدين ابني كريم كمان معايا يساعدني، يا كريم تعالى يقص معايا الكلمه اللي قالها، انا عايز الحته بس دي بس بتاعت ايه؟ لان الناس بيتكلم عن دي، ويقصها عشان اخدها وانزلها على الصفحات بتاعت ايه؟ طب الى اي مدى حضرتك بتقول يعني بقالك سنوات في المجال ده وبتنادي اهميه التعليم الفني، الى اي مدى شايف ان بقى في وعي كافي او بقى في تجاوب من المجتمع دلوقتي ان هم يؤمنوا بالتعليم الفني وما يكسفوش ان يقولوا ابني ولا بنتي دخل تعليم فني او بيدرس الحرفه دي او المهنه دي؟ دي يا مدام جاسمين اسمه تغيير النظر لمجتمع التعليم الفني. صح. الملف ده هو اهم ملف. ودايما احنا شغالين على الحته دي بالذات، حتى كلمه انزل اشتغل لقينا اولاد كتيره خلصهم بس قاعدين في شبه مكسوفين ينزلوا يشتغلوا في المهنه دي. عندي مهنه نجار مش عيب، من التحديات مش عيب، ميكانيكا سيارات مش عيب، الالكترونيات اللي هو البرمجه أي بس ينزل يشتغل. في شباب اخذ تكاسل شويه على انه هات يا بابا هات يا ماما بتاع، فالحته دي انا عايزه احركه. ولقيت الريس برضه راح عامل مبادره او حمله قوميه اسمها ايه تخيلي اسمها ايه؟ اسمها حمله قوميه لدعم قيمه وثقافه العمل. انا رحت واخد الحته دي واصصها واشتغلت عليها. اشتغلت عليها. بص الكلام، يعني هو عامل حمله قوميه اسمها محدش تنبه ليها خالص. والله انا اول واحد الحمد لله، يعني يا رب يعني من خلال يعني طبعا الجهد اللي حضرتك بتعمله ده يا استاذ مصطفى، هل في يعني فرص انه مثلا بيتم من خلال مبادره تقديم تدريب للشباب، تقديم فرص عمل، ازاي بتبداوا بقى تخلوهم ينزلوا فعلا على ارض الواقع؟ تمام. لقينا بقى المصانع اللي بتخبط على ابوابنا بناخده على طول تليفوناتهم، حاضر انت عايز 30 ولد 30 بنت 50 20 10 تخصص ايه؟ مش هتصدقوا في قسم كمان مطلوب قوي الناس تقوله اللي هو ايه؟ ملابس جاهزه. ملابس جاهزه يا خبر ابيض. عندي مثلا برج العرب والعمريه والحاجات فتح كذا مصنع. كل المصانع ديت عايزه الفئه دي، الفئه المهنيه المؤهله المدربه. فعندنا عيالنا قعدوا 3 سنين فاكيد طلعوا برضه الحمد لله يعني شبه ايه؟ يعني برضه عندهم خبره طبعا وخبره. وكمان في حاجه اسمها جداره، مناهج الجدارات والمهارات دي مناهج حديثه لسه نازله بقى لها سنتين، بتخلي الولد او البنت يدرس الثلاث سنين ويعيد ويزيد في التمرين لغايه ما يطلع ايه؟ كفء. كفء وجدير. عارفه جدار يعني جدير؟ طبعا. فيطلع الولد جدير واجتاز، اجتاز يعني اجتاز المهاره ان هو قابل انه ينزل فعلا سوق العمل ويشرفنا. فبدات الفئه دي تخبط على ابوابنا، احنا على طول حاضر. طب تليفونك ايه؟ طب نروح طالع عندنا مندوبين من المدرسه اعضاء اسمهم اعضاء وحدات تاثير تقليل سوق العمل. مدرسين يطلعوا يبصوا على المصنع، هل ده فعلا مصنع جاد؟ هل فعلا في جديه في وفعلا نوعيه الشغل ايه؟ طب المرتب هيبقى ايه؟ المكافاه هيبقى تبقى ايه؟ التدريب يروح واخد الطلبه فعلا ويقول لهم يعني خلاص الاول يتاكدوا من تمام. يعني من المكان اللي هم هيودوا فيه المطلوب. الطلبه لقينا بقى فعلا في جديه بنقول لهم خلاص احنا مجهزين الاولاد هيجوا لنا ان شاء الله الصبح الساعه 8 الصبح ناذنكم. تخيلي يبعتوا اتوبيس، الشركه بتبعت اتوبيس. وفي كمان الشركات عملت حاجات ميزه جميله قوي يا مدام جاسم. عملوا ايه؟ مش شرط ان انا ابعت لك اتوبيس ولا مكافاه، لا كمان في وجبه مثلا الساعه 12 الظهر تشجع في حوافز يعني ومزايا حلوه قوي. حلوه جدا. الله ينور عليك. فكل ده احنا بنجري عليه. فهو بس اللي انا بطالبه يعني ان انا يا رب يعني مبادرتي ديت اللي هي اسمها انزل اشتغل اللي هي تطلع للنور. تطلع للنور ازاي اكتر ويبقى لها تنويهات. انا طبعا الحمد لله ده دور الاعلام، وعشان كده حضرتك معانا النهارده من خلال بيت السفيره عزيزه. احنا بنشجع برضو الاهالي ان هم يشوفوا قدرات ومواهب اولادهم فين، مش شرط يعني كلنا يبقى اولادنا دكاتره ومحامين ومهندسين. التعليم الفني هو المستقبل والصناعه هي المستقبل، وزي ما الاستاذ مصطفى قال في مجالات هي اللي مطلوبه دلوقتي في سوق العمل. احنا يهمنا ايه؟ يهمنا ان اولادنا لما يتخرجوا يلاقوا وظيفه علشان يقدروا من خلال هذه الوظيفه ان هم يشتغلوا ويكونوا افراد منتجين في المجتمع. هو انا بطلب أكيد. يعني من خلالكم ربنا يعني يجازيكم خير طبعا، شكرا لكم وشكرا للمتحده ما بتبخلش علينا. كل ما نبعت حاجه من عن طريق سياده المحافظ محافظ اسكندريه اللي هو محمد شريف، مش اول واحد بصراحه تفنى معانا لان لها الاسم حلو ولا في جديه. في الدكتور رضا حجازي جانا اسكندريه فالمحافظ عرض عليه راحوا على طول فعلا يعني راحوا المدارس يعني تجاوبوا على المبادره طبعا شافوا الصناعه والانتاج بعينيهم
وشافوا قد ايه الطلبه يعني خلال التدريب بياخدوا مكافآت وبينزلوا سوق العمل ما شاء الله مرتباتهم عاليه. فهو نطلب يعني ان المتحده تسعدنا والله على مجهودك وعلى المبادره الجميله اللي انت عاملها. ونتمنى المبادرات دي يا رضوى الحقيقه تبقى منتشره في كل المحافظات يا ريت. ونتمنى كمان يا جيسي فعلا زي ما بتقولي انه الاسر يعني فكرها يتغير وتشوف انه التعليم الفني فعلا هو المستقبل. ونعرف ولادنا ان بقى في مجالات جديده بالزبط. في مدارس تكنولوجيا تطبيقيه في مجالات ما كانتش موجوده قبل كده الحقيقه وبقت موجوده. وبقى في جامعات كمان عشان لما يتخرجوا من المدارس دي يلتحقوا بالجامعات. فالموضوع ما بيقتصرش على الثلاث سنين الثانويه الفنيه ولكن في فرص وفي مستقبل كبير. نتمنى ان شاء الله انه نكون مع حضراتكم كمان بنحاول نخليكم تشوفوا ده بشكل مختلف. بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا مصطفى ياسين مؤسس مبادره انزل اشتغل. هنطلع فاصل ونرجع مره ثانيه مع حضراتكم نستكمل فقرتنا بيت السفير. في كتير من الأحيان بنقعد ساعات طويلة جدا جدا سواء بسبب ان احنا بنبقى قاعدين على مكتب في شغلنا او الناس اللي بتسوق لمسافات طويلة برضو بيقعدوا ساعات طويلة او مسافات يعني اوقات كبيرة جدا من غير ما يتحركوا. الحقيقة ان ده ممكن يسبب مشاكل في الرقبة، مشاكل في الظهر، مشاكل عموما في الجزء العلوي من الجسم. كتير مننا بننسى اننا نتحرك من فترة للتانية، اننا يعني نغير وضعيتنا من فترة للتانية التانية. والحقيقة ان ده بيأثر فعلا بشكل سلبي وبيعمل مشاكل كتيرة جدا جدا. عشان نتغلب على المشاكل دي اكيد في حلول، اكيد في تمارين، في نصايح نقدر ان احنا لو عرفناها نتجنب كل المشاكل دي ونحاول انه من خلال التمارين دي والنصايح ان جسمنا يبقى متوازن، لان الجزء العلوي في الجسم ده هو اللي بيخلي جسمنا متوازن. فهنعرف كل ده من ضيفتنا اللي منورانا النهاردة استاذة مروة بكري مدربة اللياقة البدنية. اهلا بيك يا استاذة مروة. اهلا يا رضوى، ازيك؟ منورين ان انت معانا. انا كمان جدا. مؤخرا بقى يا مروه ناس كتيره بتعاني من موضوع الرقبه والظهر. صح. عايزين نقسمها نصين. الناس اللي هم طبيعيين ما عندهمش اي نوع من انواع الاصابات، والناس اللي عندهم اوريدي اصابه في الرقبه وفي الظهر. هل في تمرينات معينه ممكن تخفف من الالام دي؟ طيب بصي، هو الاثنين هينفع لهم نفس التمارين. اوكي. اوكي. طبعا اللي عنده مشكله في ظهره هيبقى في حاجات مش هيعرف يعملها علشان احنا بنحاول نحل مشكله اوريدي حاصله. بس في الحالتين احنا لازم نعمل ستريتشنج، لازم نعمل تمارين تقويه، اطاله بالظبط كده. وفي نفس الوقت لازم نشتغل كويس على الكور او اللي هو منطقه البطن ومنطقه الظهر. لازم الاثنين مع بعض علشان الظهر يبقى قادر يستحمل الحركه العاديه جدا اللي احنا بنعملها طول اليوم. ولازم نتحرك. الحركه مهمه. الحركه بقى. العاديه، الحركه بركه العاديه. ايوه بالظبط كده، الحركه بركه. صح. ايوه دي حقيقه بجد. بس احنا عايزين بقى ندخل يا رضوى على طول بقى في الموضوع، وتورينا كده شويه تمرينات لازم نعملها. طيب نبتدي بالرقبه مثلا. يلا بينا. اوكي. طيب احنا المفروض ان احنا هنبقى قاعدين عادي جدا، ظهري مفرود. هحرك رقبتي، انا ده اهي الايد الثانيه مفروده، وهبتدي هحرك رقبتي للجنب وهرجع تاني. اوكي. سهله وبسيطه جدا. هنا انا ايدي بتشد راسي ولا مش بتزقها؟ انا يا دوب سندها. اوكي. اوكي. هنزل وهرجع تاني في السنتر عادي. اوكي. دي اول موفمنت. التمرين ده فايدته ايه؟ دي هنبقى بنقوي العضلات بتاع فقرات الرقبه، وفي نفس الوقت بنعمل ستريتشنج برضو للرقبه. اوكي. طيب هو برضو بس كاني ببص جوه على ايدي وبرجع تاني في النص. خلاص. ده برضو تاني واحد. تالت واحد. الم يعني وانا بعمل الحركات دي اعمل ايه؟ ما اروحش لغايه الاخر يعني. دايما دايما نسمع جسمنا. يعني دايما نحترم جسمنا ونسمعه. فانا لازم هحس شويه بوجع، بس مش وجع اللي هو يبقى مضايق. العضله بتتشد بالظبط. هي مش عضله، هي هنا دي اللي هو يعتبر فقرات. اوكي. فانا هنا وهرجع تاني. تالت واحده هي بس انا بلف العكس وبص لفوق. وبص بالظبط كده. هنا وهرجع تاني. خلصنا 10 عدات مثلا. 10 عدات في الثلاث تمارين. هعمل طبعا الصعيد الثاني. بعد كده هفضل تحت يمين وشمال بالراحه. برضو على قد ما اقدر، مش بزق دايما رقبتي يعني، مش بزق. هو تاني يمين وشمال برضو. اوكي. بعد كده هبتدي ارجع تاني في النص وهبتدي اعمل دايره. الدايره دي بعملها على 4 خطوات، يعني قدام يمين ورا شمال. يعني ما اعملش كده. اللي هو
بعد كده هرجع في النص اند ذن هعمل اربع نقاط يعني بالظبط كده اربع خطوات وارجع تاني الناحيه الثانيه برده بالراحه بالراحه جدا. دول كافيين جدا لو عملناهم كل يوم الصبح رقبتنا هتبقى مظبوطه. بلس طبعا ده اهم من التمارين ان احنا نبقى ماسكين الموبايل وماسكين الكتاب وماسكين يعني اخلي دايما دقني مش عامله كده. ليه بقى؟ لان انا كنت قريت ان لما الواحد بيبص كده وزن راسه بيبقى تقريبا 7 أو 10 أضعاف وزنها الطبيعي، فكانك بتحطي الحمل ده كله على رقبتك وكتافك. دي حقيقة. دي حقيقة. فهو فعشان كده كمان لازم ناخد بالنا من وضع رقبتنا دايما ان احنا ما نبقاش نازلين عاملين كده كده. احنا انت اصلا لو قعدتي شويه عامله كده هتحسي بوجع هنا. بس فدي كمان حاجه لازم نركز فيها. هل انت حاجه من الحاجات اللي بتخلي يحصل فيه نوع من انواع التقوس في الظهر والكتاف؟ طبعا بجد. هقول شو يعني بعد شويه هنقول تاني. هقول لك التمارين بقى اللي ممكن نعملها للكتاف للكتاف وللتقوس اللي بيحصل ده. الكتاف برضو من الاماكن اللي بتتاثر جدا جدا، ومجرد ما نحس باي مشاكل فيها ما بنبقاش قادرين نعمل حاجه. فقولي لنا برضو الكتاف المفروض ازاي يعني يبقى وضعها صح. وضعها صح ان انا ما بقاش عامله قاعده عامله كده، يعني ده ما بقاش رفع كتفي طبعا لفوق. اوكي. شويه مع الممارسه الغلط او مع العادات الغلط احنا كتفنا بيبقى غصب عننا بيعمل كده، يعني بيبقى راوند شولدر. فاحنا بنعمل بقى تمارين موبيليتي علشان نرجع كتفنا تاني هنا. مع السن كمان اعتقد. مش كده؟ مع السن ومع مشاكل الظهر ومع مشاكل الرقبه، فهي بتبقى يعني باكج على بعض. بس ستيل احنا ينفع ان احنا على الاقل نلمت الموضوع، نقلل شويه من ان احنا من الوجع. طيب هقول لكم التمارين بتاعه الظهر وبعدين نرجع للكتف. أوكي؟ اوكي. طيب برضو انا هقعد هنا ظهري مفروض. طيب انا هنا ايديا هنا. وهزق لقدام. ايوه. بس مش هروح بجسمي خالص، انا ايدي عادي في مستوى كتفي. ايوه. انا هنا بقى انا بعمل راوند شولدر. بزق وهعمل هنا. اوكي. وبزق بطني لجوه، بدخل بطني لجوه بالظبط هنا. اوكي. اوكي. دي واحده. ممكن اثبت هنا 30 ثانيه او حاجه. الثانيه بقى انا ايديا ورا ظهري، بشبك ايديا ورا ظهري بالظبط، بشبك ظهري. واهم حاجه نحاول على قد ما نقدر ظهرنا يبقى مفرود. وبزق قوي لورا. اوكي. دي ثاني واحده. ثالث واحده برده هقعد هنا، يا اما بقى لو مثلا في كرسي اوكي، فايديا هتبقى ماسكه هنا والايد الثانيه على قد ما اقدر تبقى في نص ظهري. بس دي حركه صعبه متهيألي، مش كل حد ممكن يعملها للليفل ده. مش للليفل ده صعب. بس انا ممكن اعمل هنا اوكي، يعني حته بس صغيره، ما تبقاش لفه كامله بالظبط. وبرده على حسب المشكله ايه. يعني لو في انعواج في العمود الفقري مش احسن حاجه ان انا اعمل تويستنج بالظبط. بتبقى حاجه بسيطه مش هينفع. يعني فهي برده كل مشاكل مش هيقدروا يعملوا ده. مش كل المشاكل. بس لو انعواج في العمود الفقري مش هينفع. اوكي. وبرده احنا دايما يا جماعه لازم الدكتور هو اللي بيقول ايه اللي ينفع بالظبط. يعني عايزه اكد على النقطه دي. مش كل حاجه ينفعش احنا كل حاجه نعملها ممكن نضر نفسنا اكتر. للطبيب المعالج بالظبط كده. في حاجات تمام تنفع مع الناس كلها، بس في حاجات بتبقى مش هتنفع. الدكتور شايف ان دي ما تنفعش فتمام. ففي حالات هيبقى ما ينفعش ان انا خالص اعمل اي حاجه ليها علاقه بالتويستنج او ان انا الف. طيب احنا في تمارين تانية حابه ان احنا نعملها؟ ممكن بيجري بسرعه بصراحه. ممكن نستخدم مثلا الترابيزه. اوكي. دي بقى تمارين بنعملها واحنا واقفين. دي تمارين واحنا واقفين. او بقى واحنا في الشغل واحنا بناخد بريك، ممكن ترابيزه او كرسي او اي حاجه. انا هنا وهحاول ازق بايدي ان انا ظهري يبقى مفرود. اوكي. وممكن اثبت هنا. التمرين ده بيريح جدا جدا الظهر اصلا. اوكي. طيب تاني حاجه ان انا هخلي ايدي هنا وهحاول الف شويه او المس رجلي. مش لازم المسها لتحت. أوكي. ممكن يبقى هنا. مش كل الناس عندهم نفس اللمس. فممكن يبقى هنا برده وهرجع. اوكي. ده التمرين التاني. طيب ممكن تالت واحد ده مفيد جدا. انا ايديا هنا على الترابيزه وهرجع برجلي هنا. يعني انا سانده ايدي لغايه كوعي على الترابيزه بالظبط. احنا ممكن نعمل بلانك بالشكل ده. يعني ممكن اثبت كده بس. ده من ضمن التمارين. ممكن بقى تاني ان انا اعمل هنا ايدي هنا وارجع ايد ورجل في نفس الوقت اللي انا عامله فيه البلانك بالظبط. بس اهم حاجه ان انا جسمي كله يبقى الكور بتاعي مشدود. مش هينفع يعني ظهري ما يبقاش عامل هنا ولا انج ولا ارش. ظهري هنا بالراحه، ايدي عكس رجلي حتى لو حته صغيره. هنا هرجع مثلا اعمل 10 عدات. الناحيه الثانيه هعمل برده 10 عدات. دي بقى ايه الفايده بتاعتها؟ دي هتقوي لي الكور. هتقوي لي ظهري. فهتمنع الاصابات وفي نفس الوقت هتقوي عضلات الظهر. لما بقوي الظهر وبقوي عضلات بطني
فالاصابه طبعا مش هتبقى يعني اي مجهود او اي حاجه اي حركه هعملها هيبقى ظهري مستعد لها. اوكي تمام، دي فعلا حاجه مهمه جدا. اعتقد كان حاجه من النقاط اللي احنا عايزين نتكلم عليها رضوى سريعا الاكتاف. قلنا ايه التمرين بتاعه الاكتاف، الاكتاف اللي احنا طيب ممكن نعملها. انا ممكن اقعد هنا كده، ده عشان الراوند شولدر. أيوه. هعمل ايه بقى هنا؟ ايدي هنا هفتح وهقفل. اوكي هقفل، هفتح هنا وهقفل. ده اول واحد. تاني واحد زي ما انا هنا هطلع وكاني بالظبط بدخل كوعي بدخله في جيبي هنا. برفع ايدي لفوق، برفع ايدي لفوق بنفس الوضع وادخلها تاني وانزلها. أوكي. اوكي دي تاني حاجه. ممكن تالت حاجه، انا ايديا هنا هرفع ايدي وهروح لورا. طبعا على حسب، مش كل الناس ممكن ترجع هنا، كاني برسم نص دايره بالظبط مش كده. وعلى حسب تاني هنسمع جسمنا يعني. ممكن حد يبقى ده اخره فاوكي. بس ما زقش بقى انا هنا، ما احاولش يعني اصعب على جسمي اضغط الموضوع. لا اضغط لا، انا هنا اهو بعمل كاني بعمل نص دايره وارجع. ارجع تاني بالنص دايره واروح طبعا الناحيه الثانيه. كلها طبعا تمارين مهمه جدا يا استاذه مروه، انت بجد نورتينا. بنشكرك على وجودك معانا النهارده جداً وعلى جداً التمارين الهايله دي، لان كلنا حقيقه محتاجين ان احنا نعملها، ونتمنى انها تكون مفيده كمان بالنسبه للساده المشاهدين اللي كانوا بيتابعونا النهارده. يا رضوى طبعا يا جيس، رضوى وانا كنا مع حضراتكم النهارده. يومنا مع حضراتكم خلص، ولكن بكره برضو خطوه عزيزه. الى اللقاء.